بكتاباتك في مطارح من المسلمين، كان في ناس بتحاربك، ايه مين بحاربك؟ اديك خاصة انه انت بتقول انه اللي بتكتبه بتكون انت عايشه او حاسه. طيب في حدا يعني كلنا بحياتنا عندنا اشخاص يا بالشغل يا بين اصحابنا يا بس هيدا اذا انت هالقد فريندلي وعندك الكليك تبعك يعني ايه بالام تي في، صح في عندك نبيلة، ايه تتذكر نبيلة شو؟ بتذكر انا اللي بتذكر في حدا ما عامل له شير الفيديو ولا طبعا نبيلة قاعدة عندك على الكرسي في علاقة بينك وبين نبيلة؟ انا ما بتني على شي بتقوله نبيلة شو قالت لك هي هي قالت لي رفقة بس. اه طيب اه بس انه ما بعرف يعني، واحد انه مثلا بس يعلق مع رفيقته ويقعد يعتذر منه وينزل انا فيديو ونبيلة اكتر اثنين لايراضيها. بنتخانق متقبر كثير بس بتحب تعمل هول القصص الحشرية للناس، انه وقت داليدا كمان طلعوا خبرية شوي صح انه صح انت وداليدا هلا نبيلة، يعني بتحس هول القصص حلوين للبابليك فيجرز هيك يقعدوا يتحذروا؟ العالم عندهم حشرية طبيعي ما راح اقول لك يعني لا بتقصدهم؟ ما بتقصد اعطي امبريشن معينة بنزل القصص مثل ما هي كل واحد بحلل على ذوقه يعني مش انا بقول هلا بدي مثلا احط هيدي خلي العالم هيك ذكي يفكروا انت. ليه؟ بدك حد ما فيك تزتها هيك لا بس اقول لك مثلا مع داليدا ما كان في شيء ابدا بالعكس وداليدا انه اه مع كان نبيلة في لا لا بس عم بحكيك انا ما تحرف لي حكي ايه انا عم اقول لك وقتها مع داليدا انه داليدا مرتبطه وما في شيء ايه مع نبيلة يمكن لانه كل الوقت موجودين سوا واصحاب وهيك سو العالم بيشوفوا الاشياء بهي اصلا انا الطريقه وقتها سالت السؤال نبيلة قبل ما اسالها اياه، قلت لها انا ماني مقتنع بالسؤال، بس هالقد كان عم الناس عم ينطرح تسال السؤال لانه بعرف يكون انه رفقه انتم بجروب صح معين صح من النيوز، يعني مقسومين انتم بالنيوز، جروب رفقه، جروب تاني رفقه، مش رفقه. مش جروبين هن بس انه بالنيوز في جروب كبير يلي هو اصحابه وبعدين الباقي يمكن كل حدا مشغول بحياته مش تعملوا دروبه بالبقوه؟ لا لا ابدا ما فيها هالستريت عن جد اوفرول كلنا حتى اذا عم تحكي بالنيوز روم بس انه مش مثلا انت مقسومين اذا رفقه مع نبيله بتصير محسوب على نبيله، بتبطل لا رفقه لا لا مثلا لا لا مع ديانا ابدا او هيك؟ بالعكس انا كثير اصحاب مع ديانا وكثير بحبها وعم اقولها هون يعني واصحاب مع نبيله واصحاب مع منى كل حدا مختلفه علاقتي فيه يعني لكن مين عم بحاربك؟ بدنا نرجع مش بال احسن ما تفكرني نسيت إيه السؤال. لا اكيد اكيد مش حدا مثلا على الهواء عم مش بحاربني بي ام او تي في مثلا؟ لا 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 ابدا ابدا لكن انت ومين الحرب؟ ما في حرب في انه عادي كلاشز بيصيروا بينك وبين اصحابك بينك وببروجكتس بتكون عم تعملهم وان جنرال بس انا اذا مش من الكار ما رح يكونوا عم بحاربوك، يعني هلا الشخص في حق اشخاص الشخص يعني اذا بده جيت قلت يكون لك يا ممثل يا مقدم يا ليك شخص في بيشتغل اشخاص معك. اكيد طبيعه الحال انه انا صار لي 5 سنين بشتغل بالشركه اكيد في اشخاص ما راح يحبوني بس اذا جيت قلت لك اسم اكس هلا اصلا منه حدا بابليك سو ما حتعرفه بس انه بتصير انه في اشخاص يمكن يتضايقوا اذا شافوك عم تنجح في اشخاص ما بحبوا يشوفوا حدا عم ينجح بالاطلاق بالمطلق سو اتس نورمال جوات بحيالله شغل في ناس هيك وفي ناس هيك يعني يعني ما في حدا اذا بدك بابليك فيجر عم بيحاربني تقلك